خليني قبل ما ابدا ملف غزه الحقيقه ونشوف الاخبار فيها، خلينا ناخد اطلاله على الوضع الانساني في غزه وبالاخص يعني الوضع الطبي. معانا عبر سكايب من لندن الدكتور احمد سيد، طبيب الوفد الامريكي والاوروبي اللي كان في غزه طيله الفتره اللي فاتت. مساء الخير يا دكتور احمد. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الحقيقه طبعا احنا بنسمع طيله ال 126 يوم اللي فاتوا عن كوارث من داخل القطاع الطبي، لكن الحقيقة دعنا نسمعها من شاهد عيان كان يعيش هذه اللحظات. حقيقة الوضع الطبي والإنساني داخل القطاع كما رأيتها أنت، حضرتك قعدت كم يوم هناك، وصف لنا الموقف بشكله الواقعي الحقيقي. أنا مكثت في المستشفى الأوروبي أسبوعين. نعم. والحقيقة كان فيها مآسي كثيرة جدا. طبعا جزء منها بينتقل إلى السوشيال ميديا، بس جزء كبير ما تقدرش الفيديوهات والكاميرات تصورها أو تنقلها للعالم. يعني طبعا مآسي في غزة من قبل الحرب، بس مع الحرب ومع تضييق الحصار أكتر الوضع طبعا كارثي وأكثر من كارثي. أول ما وصلت الحقيقة عرض طلب مني رؤية مريض كان جرح من 3 أشهر بشظية، مجرد شظية. حضرتك تخصصك ايه يا دكتور احمد؟ انا جراح. جراح، نعم. فالشظية دي عدت على تحت الإبط وأصابته في بين الضلوع إلى الرئة، والحقيقة الجرح ده كان بقاله فترة وكان في مشاكل كتيرة، ولما عملنا الأشعة عليه وجدنا إن الجرح واصل للقلب، واصل للشريان الرئوي الخارج من القلب. والحقيقة التعامل معه كان صعب جدا، ولكن بفضل الله عز وجل بدأ يلتئم، وده كان أول حالة. تاني يوم الحقيقة يعني المستشفى الأوروبي ما هياش مستشفى كبيرة، وبالتالي اللود والحمل عليها كبير جدا. في غرفة واحدة من العمليات 5 حالات ورا بعض بتر. في غرفة واحدة. وطبعا في غرف تانية من العظام والكسور وأشياء أخرى كثيرة جدا. معظم الشغل إن لم يكن كله عبارة عن مآسي من الحرب، ما فيش وقت أو مجال إن يكون في علاج لأي شيء آخر. الحقيقة أنا ما أعرفش لو تقدروا تعرضوا الصور اللي أنا أرسلتها. إحنا بنعرض الحقيقة، كنا بنعرض وأنت حضرتك بتتكلم، عرضنا صورة الأشعة بتاعت الموضوع اللي اتكلمت فيه. نعم. نعم. يعني من ضمن الأشياء من أكثر الإصابات اللي بتحصل هي إصابات ما يسمونه بالكوادري كابتر. والكوادري كابتر ده عبارة عن زي درون صغير في شاشة وممكن يكلمك وهو شايف هو بيعمل إيه. من الناحية التانية الجيش الصهيوني شايف وبيرش رصاص حجمه تقريبا 1.5 سم. والحقيقة من أكثر المآسي اللي شفتها كان بنت صغيرة عندها 10 سنوات أثرت فينا كلنا والله. هي رصاصة واحدة، صورة قدام حضرتك. نعم. واحدة عدت من الفقرة العنقية رقم 6 ورسيت تحت الجوب الماندبل الفك، وطبعا قسمت الحمل الشوكي. فجاية بنت بتتكلم وبتقول أنا مش قادرة أحرك إيدي أو رجلي. طبعا عمتها جاية معاها، يعني وضع مأساوي. وإحنا عارفين إن الحمل الشوكي لا يلتئم. ومش بس كده، إحنا مش لاقيين أصلا المثبتات اللي نثبت بيها الفقرة، وبالتالي قاعدة بالإكسترنال فيكسيتر مش قادرين إن إحنا نراعيها كويس، ننظفها. مفيش أي رعاية يعني بسيطة، تمريض ما فيش. ودي شلق بنت 10 سنوات، ايه ليه تضربها بالرصاص وانت شايف؟ يعني شيء يعني سبحان الله. يعني طفل تاني في نفس السن جاي
والقدم خلاص بترت من الضربه من القصف صاروخي وماسكه في بقيه الساق فقط بالجلد. يعني سبحان الله، يعني شيء منظر يعني الحقيقه طبعا صعب. مشاهد صعبه جدا. حضرتك خرجت امتى من غزه يا دكتور احمد؟ تركتها امتى؟ بقالي بس ايام بسيطه، انا يعني رجعت الشغل بس بقالي يوم. يعني انت حضرتك كنت فيها منذ ايام قليله. الوضع الحقيقه من حيث الامدادات والاحتياجات في المستشفيات اخباره ايه؟ هو اصلا الوضع في غزه صعب، ومش نعم. كل حاجه موجوده، ومع الحرب دلوقتي الاشياء معدومه. يعني ايه؟ يعني انت لا لاقي ادوات تثبت بيها الكسور. احنا دخلنا ببعض الادوات بس الاحتياج اكثر بكثير. حتى اقول لحضرتك الشاش مش موجود. انا ما اجي استعمل حاجه زي ال حاجه اسمها فاك دريسنج، بنعقم بديله سفنج ورول بتاع مفارش السفره، لان مفيش ادوات. انت بتستعمل يعني اشياء، يعني بتحاول تعوض اشياء مش صحيحه، وبالتالي طبعا الجروح ما بتلقمش، الالتهابات في الاعضاء المبتوره او ضربت بالصواريخ، يعني صعب انها تلم، صعب انها تخف. يعني جزء كبير جدا من الشغل عباره عن ان انت تحاول ان انت تعالج وتغير على الاعضاء المبتوره، وده الحقيقه مجهود مهول. الطاقم الطبي الحقيقه يعني والتمريض مستهلكين بشكل غير طبيعي. زملائنا في المستشفى، انا كنت محتاج ان حضرتك تكلمني عن الموضوع. بيبيت في المخيم بره في المطر، واحنا قاعدين، يعني احنا الوافدين قعدونا سته في غرفه، وده يعتبر خدمه كبيره جدا ان احنا اصلا قاعدين في غرفه وفي حمام مشترك بيننا وبين الغرف الاخرى. يعني وزميلنا قاعد في المطر في الخيم، يعني انا حقيقة محرج منهم. وبيشتغلوا 7 ايام في الاسبوع، ومنهم من معه جنسيه يقدر يسافر بره. يعني هو ما هوش مجبور ان هو يقعد، نعم. هو قاعد وبيشتغل، مش بيشتغل وبس، ده بيبقى عنده حمى وجاي يعمل عمليات طول النهار، من بيشتغل بال 12 و13 ساعه ولا يتقاضى اي راتب من اول الحرب. يعني الحقيقه ظروف غير ادميه، الحقيقه غير ادميه. والحقيقه محتاجين ان احنا نتكلم عن البطولات دول، لان اكيد حضرتك شفت المشهد الذي يتحدث عنه الجميع، وتحدثنا عنه في المقدمه لتلك البطله الطبيبه اميره العسل، الاميره النهارده الدكتوره اميره. حضرتك شفت المشهد بتاعها النهارده وهي تجابه الرصاص الصهيوني وتجري لانقاذ مصاب. كتير بيموتوا يا استاذ، كتير بيموتوا، وده غلط. وزي ما شرحت لحضرتك، يعني القدرات العسكريه للجيش الصهيوني تستطيع ان تميز بين المدني والعسكري، وبين الطفل وبين المراه والرجل. الإصابات كلها التي شاهدتها كلها 100% منها هم مدنيين، ما فيش ولا عسكري واحد شفته في المستشفى. طيب دكتور أحمد، حدثنا عن فكرة خروجك من غزة، كيف كانت عملية الخروج وخروجك الشخص يعني، ثم فكرة خروج المرضى، لأن حضرتك عارف أنه هناك العديد من المرضى كانت حالتهم تستدعي إخراجهم من غزة للعلاج في مصر أو في دول أخرى. كلمنا عن الصعوبات ومدى تأثير عملية المماطلة، عملية التأخير على وضعهم الصحي. تمام. أولا يعني الأوضاع الصحية يعني في كتير بيموت، في كتير بيجي له شلل وكان ممكن علاجه، في كتير بيجي له بتر وكان ممكن علاجه. يعني انت مآسي يوميه، ومن كتر هذه المآسي خلاص انت قلبك يعني يفطر وينقطع. يعني احنا يعني بنشوف كل يوم، يعني والمثالين او الثلاثه اللي انا حكيتهم دي حاجه يوميه من الصبح بالليل 24/7، بقى لنا داخلين على 5 شهر. بالنسبة للتنقل أحكي لحضرتك بس حادثة، يعني حادث غريب جدا. اتفضل. أنا لا أستطيع إن أنا أتحرك بدون إذن من الجيش الصهيوني. أنا من أول
من فوق الفوق بيقدم على طلب قبل ما توافق عليه او يروح الاسماء الى المخابرات المصريه، لازم يوافق عليه الكوجيت الصهيوني في مكتبه في القاهره. ومن دخولي من المعبر لا معلش يا قبل ما دكتور، معلش اقدم بين معلش معلش معبر معلش، أنا آسف مقاطعتك، محتاج بس تأكيد على المعلومة دي. حضرتك وكل المرضى ولا حضرتك يعني أي حد عايز انا يخرج بتكلم من على غزة؟ ها؟ انا بتكلم الاول عني أه؟ وبعدين هتكلم عن المرضى. فحضرتك عشان تخرج لازم الكيان الصهيوني عبر مندوب يوافق على خروجك. طبعا انا رحت من مستشفى لمستشفى في يوم من الايام للشهداء الاقصى، كان في لازم اذن انت هتمشي ازاي وهتعدي منين. وبعد لما خلصت وعديت من شارع البحر ورجعت، جه ورايا على طول سيدة وابنها قصفوا ب صاروخ في نفس المكان اللي انا عديت فيه ونزلت فيه جنب في شارع البحر. تمام. نعم ابنها توفى وهي فقدت ذراعها الايسر، لا حول ولا طبعا قوة. احتاجت الى عمليات وهي لا تزال في المستشفى. فانت لا تستطيع ان تتحرك شبر بدون اذن من الجيش الصهيوني. انت طول ما انت ماشي نايم قاعد واكل شارب قبل او بعد الحرب بتسمع صوت ما يطلقون عليه العوام هناك الزنانه. الزنانه دي عباره عن درون ضخم جدا، احيانا بيبقى محمل بصواريخ 70 سنتي واحيانا بيبقى فقط للتجسس، عن مزود بالقدره على التعرف على الوجه، وبيطلع عنده بيانات هل ده مطلوب يقصف او لا يقصف. تمام. فانت غزه كلها مكشوفه، غزة كلها مكشوفة. بالنسبة للمرضى بنكتب أوراق. أنا أول يوم رحت فيه طلعت قابلت الأستاذ يوسف العقاد مدير المستشفى، الحقيقة واقف طوابير طوابير مستنيين وبيستعجلوا علشان يسافروا، اللي محتاج عمليات الصدر، اللي محتاج عمليات في الساق، اللي محتاج تثبيت في الفقرات، يعني حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. والكوادر الموجودة يا اما ان هم قتلوا، يا اما ان هم اتحبسوا، او بيوتهم قصفت وهم عايشين في حياه غير ادميه. تمام. او اللي موجود واللي بيشتغل خلاص تعب تعب. نعم يعني كل واحد ليه طاقة طاقه. طبعا. يعني احنا المفروض في الرعايه، هدي حضرتك مثال، العنايه المركزه المفروض كل مريض ليه ممرضه. انت بتتكلم على كل خمسه ليهم ممرضه. طبعا ما عادتش عنايه مركزه، ما عادتش عنايه مركزه. وبالتالي بعض كان جالنا قد تستطيع يعني عرض الصوره دي لشاب لم يتجاوز ال20 من عمره، جاي يعني نصه التحتاني كله محروق، لا حول حرق ولا درجه قوة. ثالثه. لا حول. يعني ايه حرق درجه ثالثه؟ نعم. يعني صورة على الحرق الشاشة. نعم. وصل للاعصاب. يعني ايه الكلام ده؟ الجلد بتاعه بيوصل لدرجة من التخشب انك تضربه تخبط عليه زي الخشب، لا زي حول ولا الخشب. قوة إلا بالله. واضطرينا لبتر الساقين. يعني ده لما يفوق من البنج، شوف انت شاب 20 سنة خلاص معاق، بقيت عمره خلاص اطرافه راحت، ليه مش هترجع تاني؟ هو شاب واحد يا دكتور، انت عارف العديد من الشباب. كلهم شباب. وبعدين انت الجروح كلها بتلتهب بسبب الاوضاع. انت يعني هو يعني انت دلوقتي الناس دي هل هم بياكلوا لحمه؟ مفيش لحمه طبعا. هل هم بياكلوا خضار؟ مفيش. كلهم عندهم مجاعه، كلهم عندهم انيميا، كلهم عندهم نقص في الفيتامينات والاوراق، وبالتالي الجروح لا تلأم. لا تلأم. احنا عندنا اول اسبوع كل الجروح مليانه صديد، بتغير على يعني عشرات من العيانين كل يوم، علشان يا دوب على اول الاسبوع الثاني استطعنا ان احنا نحول 2 أو 3 المرضى اللي جرحهم طاب علشان يتغلف بجلد ومعضل من اعضاء اخرى من جسمه بالجراحات الريكونستراكتيف. يعني الموضوع مش وقت طويل، ناهيك عن الساق اللي ناقصها عظم. في بعض لو انت الطرف بتاعك العظم اقصر من 2 سنتي بيحصل نوع من الليمبينج الشديد، العرج الشديد، وبالتالي دول محتاجين رعاية معينة. طبعا كل ده صعب جدا توفيره
في الظروف الحالية. إنما لو عندهم الأدوات، لو عندهم المعدات، ممكن إن بعض هؤلاء المرضى يرجع تاني يمشي على رجله. وبعدين اللي بيبتر يا أستاذ عماد تحت الركبة غير فوق الركبة، اللي تحت الركبة ده ممكن إنه يمشي، اللي فوق الركبة قدرات أقل بكتير. وفي ربما تعرض الصورة بتاعت، ما أعرفش أرسلتها لكم ولا لأ، بتاعت السيدة ميسون، يعني بنت ما فيش 21 سنة، بنت يعني سبحان الله ورد يعني سن الزواج، والجرح التهب واضطرينا نبتر عند عظمة الحوض على الشاشة. نعم. طب هنطلع فين تاني؟ والتانية اللي فكها ناقص ورجلها الاتنين مبتورين وعندها لوكيميا، طبعا ما فيش أي نوع من أنواع اللؤوم دي، هتموت بجروحها، لأن سرطان مع جروح ما فيش أمل خالص في واحدة زي دي إنها تخف، في حين إنها لو موجودة في مكان كويس وما عندهاش جروح ما عندهاش بتور هتاخد الكيماوي بتاعتها، ونسبة النجاح في اللوكيميا، علاج اللوكيميا في السن ده عالية جدا، وتعيش حياتها بعد كده وتتجوز وتخلف. مش يعني مقاسي. وبعدين ناهيك عن المرضى، أنا واقف واللي بتساعدني يا أستاذ عماد دكتورة لسه تحت التدريب، أبوها توفى من أسبوعين ثلاثة في الحرب، استشهد. نعم. واقفة أسد قدامي، وتخلص معايا تنزل الاستقبال 12 ساعة، مفيش دمعة نزلت من عينها. لا، ما هم يا دكتور احنا اتفقنا ان هم نوعية مختلفة من البشر الحقيقة، واعتقد ان العالم كله شاف ان اخواننا الفلسطينيين اطباء ومرضى ومدنيين ومقاومين، هم بالتأكيد نوع اخر من البشر. انا بشكرك جدا دكتور احمد سيد، كان عضو الوفد الطبي والاوروبي لغزة.